أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا كجالية موريتانية مقيمة في الولايات المتحدة، نقف اليوم وقفة احتجاج على قطع علاقات حكومتنا مع الشقيقة قطر. نرفضه كامل الرفض، إذ لا يعبر عن توجهاتنا الإسلامية في هذا الشهر الفضيل، هو شهر صلة الرحم، ولا يمكن فيه قطع الرحم، كما أننا نندد به كقرار ضد دولة إخوة وأصدقاء. وبالنسبة لنا هذا القرار يعتبر قرارا ارتجاليا لا يمثل الشعب الموريتاني، ونطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار. وكان من المفروض أو من المستحسن أن تقوم الحكومة بوساطة كما فعلت في دول إفريقيا، أو على الأقل تلتزم الحياد أو الصمت. هذا القرار الذي لم تجد وزارة الخارجية الموريتانية أي مبرر له سوى ذلك المبرر الذي لم تجد الشجاعة الكافية للإعلان عنه، وهو المتاجرة بالمبادئ والقيم النبيلة للشعب الموريتاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أؤكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست دعما لدولة قطر الشقيقة بقدر ما هي انتصار ودعم للدبلوماسية الموريتانية التي يعتدى عليها من طرف الحكومة الموريتانية، الدبلوماسية الموريتانية التي شهدت انتكاسة في الأيام الماضية من خلال قطع العلاقات مع دولة شقيقة بإملاء واضح من دولة أو دول أخرى. الحكومة الموريتانية بفعلتها هذه تؤكد أنها لا تأبه بالأعراف الدبلوماسية ولا تراعي مشاعر الشعب الموريتاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.